السلام عليكم مشتركي ومشتركات قناة صفية، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة، واللي غادي يكون عن كيفية استخراج زيت الأفوكادو الطبيعي 100%، يعني بدون إضافات بدون تشي حاجة، فغادي تخرجوا على يديكم وعلى بركة الله. نبدأ الطريقة ديالنا. فالكل كيعرف المنافع الكبيرة والفوائد المذهلة ديال زيت الأفوكادو، نظرا لاحتوائها على مجموعة من الدهون، وكذلك لغناها بمجموعة من الفيتامينات كفيتامين أو وفيتامين سي وفيتامين أ. لذلك فهي كتدخل في تركيب، يعني مجموعة من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة وبالشعر. ولهذا فغادي نذكر بعض الفوائد ديال زيت الأفوكادو بالنسبة للبشرة. فهي كتساعد على تفتيح البشرة وترطيبها، وكتحميها كذلك من الجفاف، وكتحارب التجاعيد. أما فيما يخص الشعر فهي كتحافظ على الشعر من التكسر، وكتمنع التساقط دياله، كذلك كتترطبه وكتحميه من التلف، وكتقضي كذلك على القشرة. هاد الوصفة غادي نحتاجو 4 حبات من الأفوكادو، ويكونوا شوية طريين، ما تكونش هذيك القاصحة. فغادي غسلتهم وغادي نقشرهم وغادي نديرهم في مقلاة، وغادي نرجع معاكم باش نشوفوا الطريقة. فمن بعد ما وضعت حبات الأفوكادو في المقلاة، فأنا غادي نمعسهم بواحد الشوكة، وغادي نشعل عليهم النار. في الاول غادي ندير نار متوسطه حتى كتسخن لينا هذيك الافوكادو، ومن بعد كنمهل عليها البوطه، وغادي نخليها فوق النار تقريبا مده 40 دقيقه. وفي هاد المده احنا كنحركو، يعني كنحركوها مزيان، كنبقاو نحركوها حتى كيولى اللون ديالها بني غامق، يعني ملي كيولى بني غامق كنعرفوها رطابت. هذيك الساعات كنطفيو عليها البوطه، وغادي نرجع معاكم باش نشوفوا المرحله الثانيه ديال هذه الوصفه. فملي كيولى اللون ديال حبات الافوكادو فحال هكا، كنعرفوا بانها طلعت كاع دوك الزيوت اللي فيها. فكناخذوا واحد الاناء، وكناخذوا واحد الزيف ديال الحياتي ولا دوك الجوارب ديال النيلون، وكنوضعوا فيها الخليط من بعد ما يكون برد شويه، وكنبداو نعصروا باش كنخرجوا هذيك الزيت اللي فيه. يعني هنا هاد المرحله كتبغي شويه تاع الصبر، يعني كنعصروها مزيان. هي هاد الافوكادو، زيت الافوكادو ملي كنديروها في البيت فهي ما كتخرجش واحد الكميه كبيره، ولكن كتخرج كميه اللي هي معقوله وكتكون طبيعيه، يعني مركز. زيت افوكادو مركز، ما فيه لا اضافات كيف ما قلت لكم في الاول، لا حتى شي حاجه، يعني 100% طبيعيه. وكنبقاو نعصروا، فانا غادي نكمل العصير ديال هاد الزيت وغادي نرجع معكم. على ذكر، بغيت نشير الحاجه واحده اخرى، فانا كنستعمل اما زيف ديال حياتي، او كنستعمل حتى هاد البريساي اللي كنديروا بها الثومه، حتى هي بعض الخطرات كنستعملها، كتعاونني، فتا هي كتعاون باش كنخرجوا هذيك الزيت. وغادي نرجع معكم باش نشوفوا الكميه اللي حصلنا عليها ديال زيت الافوكادو. وكتكون هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها ديال زيت الافوكادو. كيف ما كتشوفوا اللون ديالها اخضر يعني، وهذه كيف ما قلت لكم فهي زيت طبيعية 100%. ممكن تستعملها في جميع الوصفات ديالك. فيما يخص الوصفات كما ذكرت لكم في الاول، الخاصة بالبشرة بالشعر وفي وصفات وحدين اخرين، وتستعمليها وانتي مطمئنة، لانها زيت ما فيها حتى شي اضافة، ما فيها حتى شي مواد حافظة. وكيف ما شفتوا فالطريقة هي سهلة وكتوجد يعني بسرعة. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش الكل يستفد. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.